Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo dont on va parler des dossiers et fichiers. Adina drof had la vidéo inchallah là les dossiers ou les fichiers ou le farq li kayn bientou. Nbdaou na3tou ta'rif dial les dossiers. Qu'est-ce qu'un dossier? C'est une sorte de classeur dans lequel on range divers fichiers. Les dossiers sont généralement représentés en jaune sur Windows, portent un nom et peuvent contenir une infinité de données. Dossier هو واحد بحال مرتبة أو لا مرتب كلاسور اللي نقدروا نجمعوا فيه بزاف وديال لي فيشي وخا يكونوا مختلفين. وجينيرالمون هاد لو دوسيي كنلقاوه اللون ديالو في الوورد كيكون باللون الأصفر كيكون عنده نقدروا نعطيوه ان نو الاسم اللي بغينا باش نعرفوه وكيجمع واحد العدد غير محدود ديال المعلومات. مثلا كيف ما كنشوفوا هنا في هذه الصوره التوضيحيه عندي دوسي هو اللي باللون الاصفر وفي قلب منه جمع دي فيشي انفورماتيك كي سون ستوكي دودون. مثلا كاين فيشي سو فورم دو فيديو واحد اوديو ان اوتر سو فورم ديماج اي ان اوتر فيشي سو فورم دو تكست ونقدروا نديروا دي فيشي دوتر فيشي لا بغينا. Il est possible de créer نقدروا نديروا دي دوسي في قلب دي دوسي كيف ما كنشوفوا في الصوره هنايا اللي عندنا اللي مكتوب عليها دوسي راه غتلاحظوا كاين جوج ديال لي دوسي واحد في قلب واحد. يعني كل واحد عنده حريه التصرف كيفاش ينظم العمل ديالو. مي في ويندوز كتقترح علينا بار ديفو دي دوسي واحد خاص بالموسيقى كتلقى ميوزيك كتلقى تيليشارجمون كتلقى واحد عليه دوكيومون دو بيروتيك. هادو كوم سوجيراسيون كتعطيهم من الويندوز الا بغيت تستخدمهم سينو تقدر تكريي دي دوسي بيرسونيل ديالك. نمرو دابا نهضروا على لي فيشي ونعطيو تعريف دان فيشي. سي ان انسامبل دو دوني كونسيديري كوم ايتون اون يونيتي. Il peut être de tout type, un document en traitement de texte, un logiciel, une image, une chanson. قلنا الفيشي هو واحد المجموعة ديال المعطيات أو المعلومات اللي كتعتبر كوحدة. ويقدر يكون في جميع الأنواع. يقدر يكون مثلا document, يقدر يكون logiciel, يقدر يكون image, تقدر تكون أغنية. ماشي بحال كي شفنا في الدوسي بأنه يقدر يجمع هادشي كامل في وسط منه. الفيشي لا مثلا كان صوره كتعتبر فيشي كان لوجيسيال كنعتبره فيشي اغنيه فيشي. شاك فيشي بورت ان نو سويفي دون اكستنسيون. الفيشي اهم حاجه فيه باش كيتعرف هو ان كيكون عنده واحد الاسم وكيكون تابعه ليكستنسيون. غنعرفو تو دو سويت شنو هي ليكستنسيون. لو نو permet d'identifier plus facilement un fichier et de le retrouver dans une liste. Le nom بين هو واحد الاسم كنعطيوه له حنايا اللي بغينا باش ملي كنبحثوا عليه كنلقاوه بسهوله. L'extension est une suite de lettres accolées au nom. Il permet de savoir de quel type de fichier il s'agit et avec quel programme on peut l'ouvrir. L'extension هي واحد ثلاثة ديال الحروف أو الأربعة ديال الحروف اللي كيكونوا تابعين هذاك الاسم واللي كتسمح لنا باش نعرفو شنو هو النوع ديال هذاك الفيشي وشنو هو البروغرام اللي نقدرو نفتحوه به. ندوزو لي زيكزامبل باش نفهمو أكثر. قلنا لو تيب دان فيشي اي دوني باغ سون اكستنسيون. ليكستنسيون شنو هي؟ هي واحد ثلاثة أو الأربعة ديال الحروف اللي كيكونوا من بعد واحد النقطة. من بعد نقطة كنلقاو لو نو كنلقاو النقطة وكنلقاو هاد الحروف هادو. هاد الحروف هادو هاد لو بوان زائد هادوك الحروف كنقولو لها ليكستنسيون. يعني هي التعريف ديال هداك الفيشي. باغ إكزومبل غادي نلقاو واحد لو نو موراه نقطة تي إكس تي. هنا غادي نعرفو بان هاد لو فيشي اللي قدامنا راه تكست. غادي نلقاو مثلا لو نو زائد نقطه زائد دوكس. هنا كنعرفو بان هاد لو فيشي راه وورد. مثلا في الاكسل كنلقاو لو نو موراه نقطه موراه اكس ال اس اكس. كانت صوره غادي نلقاو
لو نو موراه نقطه موراه جي بي جي او لا نقطه بي ان جي. وفي لي زوديو كيف ما كتشوفوا هنايا كتكون نقطه ام بي 3 او بيان نقطه ام 4 ا. لي فيديو ام لو نو او سويفي بار ان بوين ام بي 4 او بيان ان بوين ام او في. عندي فواحد الصوره في الجانب التوضيحيه هي ليكون اللي كتكون ديال الفيشيي. مثلا لو نو هنا خديناه سميناه رابور وموراه كنشوفو بوين تي اكس تي. هذيك هي ليكستنسيون. غير غادي نشوفو هاد ليكستنسيون غنعرفو بان راه حنا قدام واحد الفيشيي اللي هو ان تكست. بور افيشي لي زيكستنسيون حالات ما كانوا عندنا هاد لي زيكستنسيون اللي دوينا عليهم دابا ما كيبانوش وبغينا نافيشيوهم. بالنسبه لويندوز 7 دون ليكسبلوراتور يعني غادي نديرو ويندوز بلس او غادي ندخلو غادي يدخلنا ليكسبلوراتور. نمشيو لاوتي دون لو مينو سوبيريور. بالنسبه اللي ما كيكونش عنده هذاك لو مينو سوبيريور كيبان خصو يفو ابويي سور لا توش الت ونسيليكسيونيو ونختارو اوبسيون دي دوسيي. دون لونغلي افيشاج في لونغلي افيشاج غادي نديكوشيو لا كاز ماسكي لي زيكستنسيون دي فيشيي دون لو تيب اي كونو. هادي بالنسبه لويندوز 7. بالنسبه لويندوز اللي عندهم الويندوز 8 او 10 بنفس الطريقه غادي نديرو نمشيو ليكسبلوراتور نديرو الويندوز بلس او غادي نمشيو لونغلي افيشاج في لو روبون الفوق في الجهه ديال الغيبون هي الجهه الفوقانيه دون لو جروب افيشي ماسكي وغادي نكوشيو لوبسيون اكستنسيون دو نو دو فيشي. الصوره اللي كاينه لتحت هنايا انا مشيت ليكسبلوراتور ديال البي سي ديالي وكوشيت الاكستنسيون دو نو دو فيشي غير باش نوضح لكم كيفاش كيبقاو لي فيشي ديالكم يبانو من بعد ما كان افيشيو لي زيكستنسيون. Quelques exemples d'icônes. في الصورة اللي قدامنا كنلاحظوا الفرق بين لي فيشيي ولي دوسيي. لي فيشيي هما اللي قدامكم في الجهة الفوقانية فين كاتبة فيشيي مثلا طابلو فوتو ميوزيك فيلم هادشي هضرنا عليه. بالنسبة للصورة اللي لتحت فيها لي دوسيي. لي دوسيي جينيرالمون كيكونوا باللون الصفر في الويندوز. مثلا هنا عندنا واحد الدوسيي اللي سميناه اونتربريز يقدر يكونوا فيه 3 سو دوسيي فاكتور ديفيز كونتابيليتي. مثلا سو دوسيي ديفيز يكون فيه ان اوتر سو دوسيي اللي هو مثلا لي ديفيز ديال 2016 2017 2018. فهذاك لو سو دوسيي ديال 2017 فيه دو فيش فيش ديفيز نيميرو 1 فيش ديفيز نيميرو 2. اذا كيف ما غير واحد لبتي غابيل بان الفيشيي كنعرفوهم بلي زيكستنسيون. الدوسيي ما عندوش اكستنسيون. هذا هو الفرق اللي خاصكم تعقلوا عليه مزيان ان الفيشي معروف بانه عنده واحد لونسومبل ديال لي دوني اللي كيشكل اونيتي واللي عنده اكستنسيون. باغ كونتر الدوسيي كيقدر يحمل اسم مي ما عندوش اكستنسيون. والدوسيي يقدر يحمل بزاف ديال لي سو دوسيي في قلب هذوك لي سو دوسيي يقدروا يكونوا دي سو دوسيي وحدين اخرين اللي ممكن يكون في قلب منهم عاوتاني بزاف ديال لي فيشي. اربوريسونس دو دوسيي سو دوسيي اي فيشي. lorsque nous stockons nos données numériques sous forme de fichiers il est essentiel de pouvoir les retrouver le plus rapidement possible. en informatique il est facile de nous organiser en créant des dossiers et sous-dossiers afin d'obtenir une structure sous forme d'arborescence. Alors, ملي كيكونوا عندنا كنستوكيو المعلومات ديالنا خاصنا ولا بد باش نصيبوهم باش نقدروا نصيبوهم بوقت اسرع خاصنا ننظموهم. ننظموهم عن طريق انشاء هاد الشجره ديال لي فيشيي وديال لي دوسيي. لو راسين ديالها كيكون هو سو بي سي لانه هو لو سوبور دو ستوكاج يعني تما فين جميع المعلومات ديالنا او لي دوني ديالنا كتستوكا في سو بي سي.
كنوضعوهم نقدروا مثلا نوضعوهم في دوسيي، هذاك الدوسيي يكون في وسط منه دي سو دوسيي، وهذوك لي سو دوسيي يحملوا في الوسط ديالهم في قلبهم دي فيشيي. هذا هو اللي كيعطينا كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره اللي قدامكم، كيعطينا بحال الشكل ديال شجره عندها فروع، كيكون الاصل ديالها او الجدر ديالها اللي كيجمع جميع المعلومات هو سو باسي، وكتفرع هذه المعلومات في لي دوسيي في لي سو دوسيي وفي لي فيشيي. هاد لورغانيزاسيون ديال لي فيشيي ولا هاد التنظيم ديال لي فيشيي اللي درنا على شكل هيكل شجره، فين يمكن له يتسجل؟ كاين بزاف ديال لي مويان وبيان لي تيب دو ستوكاج. اولا كاين ستوكاج فيكس اللي كنقصدو به نوطامو ديسك دور انترن في لورديناتور، هذا كيكون كيخزننا هاد المعلومات وكيكون الولوج ليه فقط من الحاسوب اللي كيحمل هاد القرص الصلب. المويان الثاني ديال ستوكاج هو مويان اكسترن، كنقصدو بها مثلا الكليوس بي، لا كارت ميموار، ديسك دور اكسترن اللي كيكون من على برا، اللي كيكون مرتبط بواحد الكابل مع البي سي ماشي في وسط منه، وهادو كيسمحوا باننا نستوكيو مؤقتا هاد لي فيشيي من الا بغينا ننقلوهم من بعد. كذلك عندنا السي دي او بيان لو دي في دي كي بيرمي ايغالمون دو سوفغاردي دو فاصون ريفيزيبل دي فيشيي. بالنسبه لو تيب دو ستوكاج الثالث هو لو ستوكاج اون لين، هنا كنتحدثوا على امكانيه اننا نخزنوا هاد المعلومات اون لين، يعني انه نخزنوها مباشره. هنا كنهضروا على هذيك اللي كتسمى الكلود او لا السحابه. كاين عندنا مثلا الوان درايف، هو جهاز هو وسيله للتخزين بطريقه مباشره اون لين اللي كيعطينا 5 ديال الجيجا. كاين جوجل درايف اللي كيسمح لنا بواحد ليسباس دو ستوكاج كيوصل حتى ل 15 جيجا. كاين الميجا، كاين غيره من الامكانيات التسجيل او التخزين اون لين. هنا في الصوره كلكو انسترومون كي بيرمي دو سوفغاردي دي دوسيي او بيان دي دوني ديال لي دوسيي او بيان ديال لي فيشيي. عندنا فين يعني هنا الوسائل اللي ممكن نخزنوا فيها هاد لي دوسيي ولي فيشيي ديالنا. من باب التذكير فقط، ممكن يكون هاد الوسيله هي ديسك دور او بيان دي في دي، سي دي، كلي يو اس بي، كارت اس دي، بيان كارت ميموار، ديسك دور اكسترن ولا ديسكيت. هادشي فقط من باب التوضيح ان كاين بزاف ديال الوسائل اللي ممكن نخزنوا او نحطوا فيهم لي دوسيي اي لي فيشيي ديالنا. دابا غادي ندوزو لكومو كريي ان دوسيي سور لو بيرو. باش نديرو باش نكريي واحد الدوسيي في البيرو، عندنا 5 ديال لي زيتاب كيف ما كتشوفوا في الصوره. اولا فيت ان كليك دووا سور اون زون فيد دو بيرو ا لومبلاسمون او فو سويتي كريي لو دوسيي. كنمشيو للبيرو، كنمشيو لواحد البلاصه فيد فين بغينا نحطو الدوسيي ديالنا، وكنديرو كليك دووا يعني كنضغطو بالجهه بالزر الايمن. ثانيا دون لو منو qui vient d'apparaître, cliquez sur nouveau. Menin kandiro le bouton droit qui khorj lna wahed le menu. Kanmchiou le nouveau ou kandiro clic, kandghto ala nouveau. Troisièmement, un nouveau menu apparaît à côté, cliquez sur dossier. Menin aoutani ghadi yban lna wahed le menu fi jenb, wahed le menu tani fi jenb, ghadi nkliquew ala dossier. Quatrièmement, le nouveau dossier est créé. Il ne vous reste plus qu'à entrer un nom à l'aide du clavier. Et dans le menu, radi nous sommes dans cette phase, radi nous sortons notre dossier qui est devant nous. Radi nous avons seulement noté un nom. Un nom que tu sur le clavier, le nom libre. Et enfin, valider en appuyant sur entrer sur le clavier ou en cliquant ailleurs que sur le dossier. Et dans la dernière phase, il m'a radi nous valider entrer. ولا غادي نخرج غير برا من هذاك الدوسيه وندير ان كليك باش يبقى في البيرو.
نمروا دابا نشوفوا كومون كريي ان دوسيي دون فوتغ دوسيي بيرسونيل او ان اوتر دوسيي. عندي الصوره هنا اللي كتسهل عليكم الامر، فقط تبع المراحل اللي فيها. هما كاينين اربعه. كنمشيو اول حاجه لسو بي سي دوكيومون، كنشوفوا في لو روبون الفوق كتخرج لنا فيشيي اكوي افيشاج. غادي نضغطوا على اكوي، ولا كاين شي على حساب الويندوز كاين اللي تكون عنده اورغانيزي، كاين اللي خاصو يضغط على فيشيي. دوزيامو غادي نختاروا نوفو دوسي ونكليكيو عليها. ثوازيامو غادي نعطيو واحد لو نو للدوسي ديالنا، غادي ندخلو لو نو، غادي نكتبو في الكلافيي لو نو اللي بغينا. اونفان خاصنا نفاليديو باغ لا توش اوكي، اولا غادي نخرجو فقط من الدوسي باغ لا توش باردون اونتري، ولا غادي نكليكيو تو سامبلومون ا ليكستيريور دو دوسي فريشمون كريي، يعني هذاك اللي عاد صوبنا دابا غادي نخرجو من بعدو من عليه شويه ونضغطو. Créer un raccourci d'un dossier ou d'un fichier. D'abord, nous avons vu que les racines de stockage des fichiers ou des dossiers de l'information que nous avons vu dans la chaîne de stockage des informations. Nous avons vu que la racine est ce PC. Il y a des dossiers ou des fichiers qui sont dans ce PC. Nous avons vu que le raccourci est dans le bureau. ما نبقاوش دائما نرجعوا لسو بي سي ونقلبوا على لي دوكيومون ديالنا، نقلبوا على لي فيشي ديالنا، بغينا يكونوا عندنا في سطح المكتب. اسكي لي رياليزابل؟ وي. واش يمكن هذا العمل نقوموا به؟ نعم. خصنا فقط نتبعوا هاد المراحل. اولا شوازيسي فوتغ فيشي او فوتغ دوسي ا بلاسي اون راكورسي سور لو بيرو. بعدا خصنا نمشيو نحددوا شنو هو هاد الدوسي ولا هاد الفيشي اللي بغينا نديروه راكورسي. نديروا عليه واحد الكليك دغوا، ومن بعد نختارو envoyer vers puis bureau، بين قوسين غتلقى créer un raccourci. دونك هاد لو راكورسي اللي غادي نديروه غادي يبقى نبقاو منو نلونسيو هذاك البروغرام. وباش كنعرفو بان هذاك راكورسي؟ كنعرفوه بواحد لا بوتيت فليش اون با ا غوش دو ليكون. الصوره اللي قدامكم تما باللون الخضر فيها واحد لا فليش دايره عليها واحد الدائره باللون الاحمر. هذيك لا فليش هي اللي كتبين لي بان هذا راه راكورسي. سي اون سوبريم هاد لو راكورسي اسكون ديزانستال لو بروغرام؟ نو، الا مسحنا هاد الراكورسي ما راحناش كنمسحو هذاك لو بروغرام الاصلي، حنا كنمسحو فقط النسخه اللي كانت عندنا في البيرو واللي كانت كتسهل علينا لاكسي لهاد لو بروغرام. شفنا كومون كريي ان راكورسي، دابا غادي نشوفو كومون سوبريمي ان راكورسي. سوبريمي ان راكورسي نو سوبريم با لو فيشيي او لو دوسيي فيغ لوكيل إل مان. قلنا الا مسحنا الراكورسي ما كنمسحوش لو فيشيي ولا الدوسيي الاصلي. Il suffit donc de cliquer une fois sur le raccourci, d'appuyer sur la touche supprimer du clavier ou clic droit supprimer et de valider. Alors, qu'on a besoin de faire le raccourci, très simple. Radi ndiro cliquer une fois وحده في الراكورسي وندغطو على la touche supprimer من الكلافيي. اولا نديرو كليك دروا نمشيو للمنيو supprimer ون valider. Pour supprimer هاد لو راكورسي. وصلنا لنهاية لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. الى عجبتكم ديروا لايك ابوني وخليو دي كومونتير. ا تري بيانتو اي ا لا بروشين.